حالة من الانبهار والذهول داخل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري. المنتخب المغربي الأول للفوتسال في صدارة التصنيف العالمي لعام 2024. وقبل ما ندخل في التفاصيل في البداية، الفيديو ده بالذات يستحق منك مليون لايك. اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشير الفيديو لكل حبايبك على مستوى العالم، وافتخر إن أنت مغربي. وبعد انتهاء البطولة الأفريقية نسخة عام 2024 وتحقيق المنتخب المغربي اللقب الثالث على التوالي، استطاع المنتخب المغربي من حصد 7 نقاط لينتقل من المرتبة الثامنة برصيد 1529 نقطة إلى المرتبة الثامنة برصيد 1536 نقطة بحصد 7 نقاط. ألف مليون مبروك المنتخب المغربي الأول عربيا وأفريقيا وعالميا. وعلى الجانب الآخر، ومن ضمن المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية، استطاع المنتخب المصري من الانتقال من المرتبة 38 من التصنيف العالمي للفوتشال برصيد 1115 نقطة إلى المرتبة 37 من التصنيف العالمي برصيد 1109 نقطة، ومستغلا إقصاء المنتخب العراقي في أيضا في ملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم بعد هزيمة المنتخب العراقي أمام تايلاند بنتيجة 3 أهداف مقابل 2. وعلى الجانب الآخر، استطاع المنتخب الليبي من القفز من المرتبة 44 من التصنيف العالمي للفوتسال إلى المرتبة 43 من التصنيف العالمي بعد الفوز على منتخب مصر منتخب الفراعنة في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة الأفريقية، والتي انتهت بنتيجة 3 ركلات مقابل ركلة واحدة لصالح المنتخب الليبي. وفي مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل في التصنيف العالمي، استطاع المنتخب الأنغولي من العبور من المرتبة 46 من التصنيف العالمي للفوتسال إلى المرتبة 40 من التصنيف العالمي للفوتسال بعد الحصول على وصيف البطولة على حساب المنتخب المصري في المباراة اللي انتهت بنتيجة 7-3 في نصف النهائي، والإقصاء أمام المنتخب المغربي بنتيجة 5-1 في المباراة النهائية. وعلى الجانب الآخر، استطاع المنتخب الزامبي أيضا من العبور من المرتبة 90 من التصنيف العالمي للفوتسال إلى المرتبة 84 من التصنيف العالمي ليقفز 6 مراكز متتالية. ألف مليار مبروك لكل المنتخبات المشاركة. وعلى الجانب الآخر، استطاع المنتخب الموريتاني من العبور من المرتبة 114 من التصنيف العالمي للفوتسال إلى المرتبة 111 بعد الفوز في الجولة الأولى أمام ناميبيا في المباراة اللي انتهت بنتيجة 5-4 لصالح المنتخب الموريتاني. وعلى الجانب الآخر، وفي مفاجأة مدوية، استطاع كل من المنتخب الغاني والمنتخب الناميبي واللزاني كان ضحيتا البطولة الأفريقية المغربية النسخة عام 2024، منتخب غانا يهبط من المرتبة 140 من التصنيف العالمي للفوتسال إلى المرتبة 141 من التصنيف العالمي، أما منتخب ناميبيا فيهبط من المرتبة 153 من التصنيف العالمي للفوتسال إلى المرتبة 158 برصيد 666 نقطة. إذن المنتخبان الغاني والناميبي لم يحقق أي فوز ولا أي نتيجة إيجابية في البطولة الأفريقية، وبالأخص المنتخب الناميبي والذي أقصي في الجولة الأولى أمام موريتانيا بنتيجة 5-4 وفي الجولة الثانية أمام منتخب مصر بنتيجة 10-3 وفي الجولة الثالثة بنتيجة مدوية 11-5 لصالح المنتخب الليبي. أما على الجانب الآخر، المنتخب التونسي يظل في المرتبة 94 من التصنيف العالمي للفوتسال، في المرتبة 90 من التصنيف العالمي للفوتسال، في المرتبة 94 من التصنيف العالمي للفوتسال برصيد 800 نقطة، ويظل المنتخب الجزائري في المرتبة 90 من التصنيف العالمي للفوتسال برصيد 804 نقطة، وبفارق أكثر من الضعف، يعتبر بمثابة الضعف تقريبا عن المنتخب المغربي 1536 نقطة، يعني يضربه سنوات كثيرة حتى يستطيع المنتخب الجزائري اللحاق بالمنتخب المغربي عرين أسود الأطلس. إذن المنتخب المغربي بمثابة التأهل إلى المرتبة السادسة من التصنيف العالمي للفوتسال إن لم يكن المرتبة الخامسة. المرتبة السابعة بيحتلها المنتخب طاجستان برصيد 1570 نقطة، يعني بفارق
34 نقطة فقط عن المنتخب المغربي، قريبون جدا من المنتخب الكازاخستاني، بينما المنتخب الإيراني استطاع من التأهل من المرتبة السابعة برصيد 1578 نقطة ليرتقي إلى المرتبة السادسة من التصنيف العالمي للفوتسال برصيد 1604 نقطة، بينما المنتخب الأرجنتيني في المرتبة الخامسة من التصنيف العالمي للفوتسال برصيد 1619 نقطة. وعلى الجانب الآخر يظل المنتخب البرازيلي في المرتبة الأولى من التصنيف العالمي للفوتسال برصيد 1831 نقطة، وليهبط برصيد 25 نقطة بعد الإقصاء أمام منتخب فرنسا بنتيجة 3-2 لصالح المنتخب الفرنسي ذو التصنيف العاشر عالميا، على الرغم من فوز المنتخب البرازيلي بنتيجة 7-2 أمام منتخب أوكرانيا المصنف التاسع عالميا، إلا أنه يهبط بمثابة الخسارة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 3-2. إذن بمشيئة الله تعالى يضربنا الموعد القادم، البطولة القادمة، وقبل انطلاق بطولة مونديال كأس العالم أوزبكستان 2024، والتي اقتربت جدا من تحديد معالم المنتخبات المتأهلة رسميا، الـ24 منتخب ومن ضمنهم منتخبنا العربي المنتخب المغربي، فخر العرب، مشرف ورافع راية الراية العربية الأفريقية والعالمية، المنتخب المغربي ذو التصنيف الأول عربيا وأفريقيا وعالميا، ويضربنا موعد قبل انطلاق البطولة بلقاء، وبنتمنى من المدرب الرائع جدا هشام الدكيك أن يضرب الموعد في المباريات القادمة بلقاء أقوى المنتخبات، سواء المنتخب البرازيلي الأول أو المنتخب الأسباني الثاني في التصنيف العالمي أو المنتخب البرتغالي الثالث عالميا أو منتخب روسيا الرابع أو أي منتخب، المنتخب الأرجنتيني الخامس والذي فزنا عليه من قبل بنتيجة 7-0 لنتألق ونرتقي في التصنيف العالمي، ومن ثم نقطة دفع قوية جدا للوقوف على مستوى منتخبنا المغرب الأول عربيا وأفريقيا وعالميا قبل انطلاق مونديال كأس العالم أوزبكستان 2024 شهر سبتمبر القادم، إلى مزيد من التألق والانتصارات، إلى مزيد من النجاحات، إلى مزيد من الإنجازات للمنتخب المغربي الأول للفوتسال بكامل عناصره بقيادة هشام الدكيك، وإلى المملكة المغربية وللشعب المغربي الطيب الأصيل. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.